عليا نعمة يا كبير. انت الشغل معاك لذة يعني، رز وسمك وفسفور والبحر كمان، ده احنا في الجنة. بقول لك يا كبير، انا من رأيي يعني ان احنا بعد ما نهبق على البنك ده ونسطفه، ندور على بنك تاني على طول كده، حموتها في حموتها كده على طول. دور ده. انت هتفتكر بعد ما هتسرق البنك ده هتحتاج بنك تاني تسرقه؟ مش احسن ما نقعد عطيه يا باشا؟ ده الايد البطاله نكسب. اهو الطمع ده هو اللي هيودينا ورا الشمس. القناعه كنز لا يفنى. هو بنك واحد كفايه، ها؟ نسرقه وبارك الله فيما رزق. الله يشرح حسن، اللهم بارك فيك. تعرفوا احنا رايحين نسرق البنك ده بالذات ليه؟ يا باشا اتكل على الله. ليه ايه؟ ده سؤال رزق وربنا بعته لنا وصحبه حلوه. وبيني وبينك الواحد كان محتاج يغير جو من زمان. انت ليه يا ابراهيم محسسني كده ان احنا طالعين رحله؟ واخد المساله ببساطه ورايق قوي. احنا داخلين على عمليه خطيره، عمليه شبه انتحاريه. اي خطا قد كده ممكن يودينا في داهيه. فاهم يا ابراهيم؟ فاهم يا باشا. يكفينا ثوابا يا باشا ان سنغزو اعدائنا في عقر دارهم حتى لو متنا. متنا ايه؟ متنا ايه؟ حرام عليك يا شيخ حسن، فالله على فعلك. وانت عبد الجليل؟ بص يا كبير، انا بدل ما اهبق على الحته عندنا واقعد ابطك على العيال، احنا نهبق على الناس المفتريه دي. هم اوزه. وانت تهامي؟ انا جعان يا باشا، وانا لما بجوع ما بعرفش افكر. انما سيادتك ما قلتلناش يا باشا، اشمعنى البنك ده بالذات اللي هنسرقه؟ اليهود احتلوا فلسطين بعد ما عملوا مجازر وطردوا اهلها الشرعيين. خد بالك، قال ايه بقى حجتهم في دي؟ انهم كانوا في الحته دي من 3000 سنه، قعدوا لهم شويه وهم هناك. خد بالك، بعد الحرب العالميه الثانيه اسرائيل طلبت المانيا بمليارات تعويض على اللي عمله هتلر في اليهود، ومحدش يتكلم. الالمان دفعوا لهم ولسه بيدفعوا لهم لغايه دلوقتي. واليهود يقول لك ايه؟ ده حقنا. بعد كده تدوروا على سويسرا. ايه بقى؟ قال لك احنا جدودنا كانوا حاطين فلوس في بنوك سويسرا ايام الحرب. احنا عايزين الفلوس دي. خدوا من سويسرا مليارات. وقالوا ده حقنا. ومحدش يتكلم. احنا كمان من حقنا ناخد حقنا. يا نجيبيه، الحق لا يموت ابدا. الله يفتح عليك يا شيخ حسن. يا امين. يا امين. يا امين. ايوه بس احنا لينا حق عندهم يا باشا. اه امال ايه؟ بني اسرائيل لما خرجوا من مصر خدوا معاهم ذهب وفضه ونحاس بما يساوي مليارات دلوقتي. يا ولاد الحراميه، اتاري سعر الحديد ولع في مصر. بنك اليومي اللي احنا حنصته عليه فيه ما لا يقل عن نص مليار دولار. فضل ونعمه نجبيه، بارك الله في القليل. الفلوس دي جزء من المعونه الامريكيه العسكريه اللي اسرائيل بتدفع منها مرتبات الجيش الاسرائيلي. الجيش الاسرائيلي اللي دمر غزه ودمر الجنوب وقتل المدنيين. الفلوس دي هناخدها من هناك ونجيبها هنا في مصر. وكل واحد هياخد نصيبه. وزي ما روحنا زي ما جينا. يا امين. يا امين. يا امين. يا امين. بقول لك ايه يا ابني؟ ما تشوفوا لي امين ده راح فين؟ الست صوتها بتنبح من الصبح. سيبك منها يا باشا، الست دي دماغها مش مظبوطه. بس يا باشا، مش كان كفايه اربعه عشان يقوموا بالعمليه دي؟ على الاقل كده كان كل واحد خد له 125 مقفولين. على النعمه يا باشا، الواد ده طماع وزباله، ولو جه معانا العمليه دي هتفشل. ما بلاش انت تتكلم عن الفشل يا ابو نطه. انا بقول طالما احنا مش متفقين مع بعض كده، روحوا انتوا وانا اروح. اخرس ياض، انت هو ما حدش له قرار في الموضوع ده غيري. فمين؟ تسهيل يا باشا. يا دي النور، يا دي النور، اتاري بورسعيد منوره يا جدعان. ازيك يا ناجي بيه؟ ازيك يا ناس فرج؟ اقعد. منورين يا شباب. حماد، المشاريب دي عندي، ما تحسبش البهوات على حاجه. احنا مش جايين نغرمك يا ريس فرج. ده من بعد خيرك يا ناجي بيه. عملتني ايه في الفيلا اللي قلت لك عليها؟ الاولاد بقى لهم يومين ما ناموش، نفسهم يناموا. انا بس عايز اعرف انت ليه مصمم على بور فؤاد؟ ما بورسعيد مليانه فيلل وشقق وعلى البحر واخر الاجه. يا سيدي، هو انت اللي هتسكن ولا انا؟ انا عايزها بور فؤاد. خلاص ما تزعلش يا ناجي بيه،
أنا عامل عليك سعرها حرق شوية. أنا كلمتك في السعر؟ أنا ناقشتك في السعر خالص. خلاص 10 دقايق على ما نشربوا الشاي، الواد يجيب المفاتيح ويجي. 10 دقايق العيال هيناموا على روحهم. خلاص يجوا يروحوا عندي في البيت. يروحوا عندك في البيت؟ بقى كل دول هيروحوا عندك في البيت؟ يا أمين يا أمين يا فارق، هو أمين لسه ما جاش؟ لسه لسه يا أم أمين، خش نام أنت ولما يجي أنا هندي عليك. أديني قاعدة مستنياه لحسن يجي يلاقيني نايمة، ما يرضاش يصحيني. يا ست خش نام أنت، قلتلك أول ما يجي أنا هندي عليك. أنا مش جايلي نوم، الواد وحشني. مسكينة الست دي يا ناجي بيه. الأهواجي بيقول إن مخها ضارب. قطع لسانه، هو في بورسعيد كلها زي أم أمين؟ دي عقلها يوزن بلد، دي ست كمل وتوزن 10 رجالة. طب وأمين سايبها كده ليه؟ أمين مش جاي تاني يا باشا. ليه؟ أمين مات من 5 سنين. أمال هي بتندى على مين؟ بتندى على أمين. أنت مش قلت أمين مات؟ أمين كان شغال في البوليس على الحدود، وفي يوم جاله عيار من الإسرائيليين خلص عليه. آه أنا فاكر حاجة زي كده، حتى الإسرائيليين قالوا إن عيار طايش واعتذروا، وإحنا قبلنا الاعتذار. أم أمين ما قبلتوش ولا صدقت إن أمين مات، لا حضرت الجنازة ولا الدفنة ولا حتى عيطت عليه، وفضلت مستنية في البلكونة كده قاعدة على الأمل ده. أمال هي بتصرف منين؟ المحافظة عملت لها قرشين وبتاخد المعاش بتاع أمين، بس ما بتصرفش منه، بتحوشه له في البوسطة، عايزة اتجوزه بيه. خير يا حاجة. مين حضرتك؟ أنا ناجي عطلة، القائد بتاع أمين ابني. اتفضل يا سعادة الباشا، اتفضل، اتفضل حضرتك. أهلاً وسهلاً، أهلاً وسهلاً. والنبي يا بيه، أمين بقاله كتير قوي ما نزلش، وحشني، وحشني قوي يا بيه. يا ريت حضرتك تديله أجازة 48 ساعة، لا لا 24 ساعة، أشوفه بس ويرجع لكم تاني. تعرف يا حاجة احنا معتمدين على أمين قد إيه؟ ده الراجل مفيش زيه، حتى كمان هو اترقى دلوقتي. ربنا يخليك يا سعادة الباشا، ربنا يخليك. والنبي ده أمين هيفرح قوي لما أحكي له على الكلام الحلو اللي أنت قلته عليه. أنا بس مش عايزك تقلقي عليه، أمين في مهمة عظيمة وإن شاء الله ربنا هيوفقه فيها. أنا جاي لك يا حاجة بنفسي عشان حاجتين. الحاجة الأولانية، أنا بلغني إنك أنت ما بتناميش وقلقانة عليه. آه. طمني، أمين زي الفل. نامي. نامي واستريحي يا حاجة. الحاجة التانية، هو بعت لك المبلغ ده. عايزك توضبي البيت وتجيبي كل حاجة نفسك فيها. وإن شاء الله كل شهر هيبعت لك مبلغ زيه. ربنا يخليك يا سعادة الباشا. هو أمين ساب الداخلية؟ لا، إنما هو دلوقتي بعثة. بعثة جميلة جميلة جدا، وربنا غناه، مش محتاج حاجة. عيش أنت، عيش وانبسطي عشان هو كمان يبقى مبسوط. ربنا يخليك يا سعادة الباشا، ربنا ما يحرمناش منك أبدا. دلوقتي بقى تخشي تنامي وتريحي جتتك وتنبسطي، مش خلاص اطمنتي؟ هو أمين هيجي امتى؟ قريب، قريب إن شاء الله. السلام عليكم.
ستة سبعة ثمانية اصحى زاهر تسعة عشر من الأول تاني واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة افرد ظهرك يا حسن ستة سبعة ثمانية تسعة عشر اصحى يلا كمان مرة واحد يا رب حتى الفلوس اللي هنسرقها هنتعب فيها هو احنا داخلين بطولة العالم في سرقة البنوك يا اخي حل القرشين اللي جايين لك دول ده مفيش احلى واطعم من القرش اللي جاي من الشقة يا جماعة والنبي 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 حد يكلمني ناجي بيه انا بتاع كمبيوتر انا لا بتاع جاري ولا بتاع رياضة انا كنت بنهج وانا بطلع على السلم لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا